اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده مع ضيف جديد في برنامج دار داركم اللي كيدوز عبر الموقع دار بوام. اليوم غادي نصادفوا السوري مازن الشامي اللي ساكن هنا في الرباط منذ 6 سنوات. خليكم معنا. مرحبا بك السي مازين في قناة الدار. يرحب بك الجنة، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا. كيفاش فكرتوا تستقروا وتديروا مشروع هنا في المغرب؟ والله مجيئنا لهون هو كان السبب الأزمة عنا، يعني سبب الأزمة الحرب، لأن لقينا الأرياحية ولقينا الشعب ولقينا الشعب المضياف، وهي بالنسبة للأكل السوري يعني كان قليل هون. الحمد لله تطور شوي شوي وحبينا نعمل شغل ولقينا هاي الرغبة للمغاربة يعني بصراحة. بالنسبة للإجراءات ديال الاستثمار واش كانت سهلة؟ طبيعي هلا أي شخص بده يستثمر عنده إجراءات قانونية بمشيها وبخير، والحمد لله كانت أمورنا كلها مسهلة وبخير الحمد لله، في تعاون كبير كان من الدولة من فضل الله وسهلوا لنا الأمور يعني بالترخيص بالإجراءات هي كلها. واش كنتو كتوقعوا النجاح ديال هذا المشروع في المغرب؟ ايه من فضل الله يعني هلا اول شيء في ثقه بالنفس من فضل الله طبعا، في وبعدين برجع وبقول لك موضوع الاكل الشرقي مرغوب نوعا ما الحمد لله، حتى باوروبا يعني اليوم نجح السوري، بكل دول العالم صار السوري وين ما راح الحمد لله نجح. طبعا الواحد بس يكون عم يتقن العمل والجودة والنظافة والاستقبال والكرم، هي مصلحتنا طبيعي اللي حيكون النتيجة هي النجاح طبيعي. كيفاش دايرة العلاقة ديالكم مع المغاربة؟ روعة ما شاء الله، يعني لقلك شيء هلا نحن أنا ابن دمشق وعنا بدمشق حي اسمه حي المغاربة، يعني نحن من قديم في علاقة قوية بين المغاربة وبين السوريين، الشرق والمغرب هو تقريبا واحد لحد الآن، أجيال هذاك الجيل ديال المغاربة لحد الآن مقيمين دمشق وبخير، علاقة قوية الحمد لله. شنو هي نوعية المأكولات اللي كتقدموها للزبناء؟ هلا طبيعي أنا عندي أكل سوري، مطبخ سوري، جميع المأكولات، المقبلات الباردة والسخنة بالإضافة للطبخ الشاورما يعني والحلويات، الديسير السوري، يعني متعلق كل شيء بالأكل السوري. شنو اللي كيعجبك في المغرب؟ اللي بيعجبني بالمغرب هي الطبيعة اللي فيها، بلد عريق ما شاء الله يعني، وشعب مضياف ضريف على قولتكم ما شاء الله يعني، بلد جميل، بلد فيه سحر يا أخي، سحر رباني يعني، ما في شخص يدخل المغرب إلا بده يستقر فيها أو يعمل شيء أو يرجع له أو مستحيل. من نهار جيتي لدابا شنو هي التطورات اللي لاحظتيها في المغرب؟ والله أنا لقيت تطورات كبيرة، توسيع المدن الأريح يعني، توسيع المدن بشكل مو طبيعي ما شاء الله، الطرقات، التنظيم الشوارع يعني، حتى اليوم عندنا برباط ما شاء الله يعني من قبل بسنتين مو اليوم رباط، حتى أجدال عم تعاود كاملة يعني، في تطورات كبيرة. كلمة بالنسبة للمشاهدين اللي كيتابعونا دابا والقناة الدار. يا أهلا وسهلا فيكم، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، ونتمنى تزورونا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. وبدي رسالة شكر عبر قناتكم الكريمة لجلالة الملك الله ينصره ويطول بعمره يا رب على حسن الضيافة، وعن جد نحن ما لنا شاعرين إلا ببلدنا الثانية هون بصراحة، وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لقناتكم الكريمة. يلا ناخذ آخر. كيفاش؟ شو؟ عاود أشوف علاش؟ انت ما درت قبل اوكي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.